السلام عليكم، معكم الأستاذ طه الشناوي في درس جديد من دروس اللغة العربية في مكون الدرس اللغوي لمستوى الأولى باكالوريا علوم شرعية، وهو تحت عنوان المفعول به. وسينقسم الدرس إلى ثلاثة محاور كبرى، سنبدأها بالمحور الأول وهو تعريف المفعول به. إذا من خلال أمثلة الانطلاق سنرى كيف هي الوضعيات التي جاء فيها المفعول به. المثال الأول: شرح الأستاذ الدرس. إذن يلاحظ بأن الدرس هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الجملة، شرح الأستاذ الدرس، فهو اسم صريح منصوب. في الجملة الثانية: علمت أنك مسافر. لا يوجد اسم منصوب وصريح، بل توجد جملة يستدعى العقل لتأويل المصدر الذي سينوب عن الجملة. إذن فهو مصدر مؤول، جاء المفعول به هنا مصدرا مؤولا من خلال هذه الجملة. في المثال الثالث: سرني اجتهادك. يلاحظ بأن اجتهادك اسم مرفوع، إذن فلا يمكن أن يكون مفعولا به رغم ظهوره. إذن فالمفعول به هنا هو الضمير المتصل وهو ياء المتكلم. إذن في الحالة الثالثة يأتي المفعول به كضمير متصل، ضمير متصل. إذن من خلال هذه الشروحات سنضع استنتاجا أولا على الشكل التالي. ثالثا استنتاج. المفعول به اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل ويأتي عبر ثلاثة وضعيات على الشكل التالي: قد يرد اسما صريحا، اسما صريحا منصوبا، وقد يرد أيضا على شكل جملة مؤولة، جملة تستدعي التأويل، وقد يرد أيضا على شكل ضمير متصل. ضمير متصل. إذن هذا بالنسبة للمحور الأول في تعريف المفعول به ووضعياته. إذن بعد ذلك سننطلق الآن إلى المحور الثاني. إذن في المحور الثاني سنتطرق إلى الحالات التي يتم فيها تقديم المفعول به على الفاعل فقط. إذن لنرى أمثلة الانطلاق. في المثال الأول: إنما قابل أحمد خالد. نلاحظ في هذا المثال أن الفاعل خالد مرفوع بالضمة الظاهرة، ولكنه محصور بأداة قصر إنما، وفي هذه الحالة فيجب تقديم المفعول به على الفاعل. والمثال الثاني هو كذلك، يوجد فيه حالة للحصر، نعم، والفاعل هنا محصور بأداة إلا وما، مما يستوجب تقديم المفعول به على الفاعل. وفي المثال الثالث: أخذ الأمانة صاحبها. فصاحب هو فاعل أخذ، والأمانة هي المفعول به، والمفعول به تم تقديمه لأن الفاعل مرتبط ومتصل بضمير متصل هو حرف الهاء. في المثال الرابع نلاحظ ما يلي: زارني ضيف. إذن فضيف هو الفاعل، وقد ذكر اسمه مستقلا، ولكن المفعول به ضمير متصل بالفعل، وفي هذه الحالة
أيضا يتم تقديمه لارتباطه بالفعل ولأن الفعل اسم ظاهر. إذن في الملاحظة والاستقراء نقول في المثال الأول تم تقديم المفعول به لكون الفاعل محصورا بأداة قصر إنما. أما في المثال الثاني فالفاعل أيضا محصور بأداتين ما وإلا. الفاعل محصور بما وأيضا إلا، مما يتطلب تقديم المفعول به، مما يستوجب تقديم المفعول به. في المثال الثالث أخذ الأمانة صاحبها، نلاحظ أيضا أن المفعول به تم تقديمه في المثال الثالث، تم تقديم المفعول به لكون الفاعل مرتبط بضمير متصل يعود على المفعول به، لكون الفاعل مرتبط ومتصل بضمير يعود على المفعول به. أما في المثال الأخير فيوجد الفاعل كاسم مستقل ويوجد المفعول به كضمير متصل بالفعل، مما يستوجب تقديمه. في المثال الرابع تم تقديم المفعول به لكونه ضميرا متصلا بالفعل. إذن هذه هي محاور أهم نقط خلاصات المحور الثاني التي يتم فيها تقديم المفعول به. لننطلق الآن إلى المحور الثالث وهو تقديم المفعول به على الفعل والفاعل. والآن سننطلق إلى المحور الثالث وهو حالات تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معا. سنرى أمثلة الانطلاق. أي طريق تسلك أسلك، إياك نعبد وإياك نستعين، وأما السائل فلا تنهر. إذن يلاحظ في المثال الأول أن المفعول به جاء على شكل اسم شرط، فاسم الشرط ينبغي أن يكون في صدارة الجملة. إذن الحالة الأولى اسم شرط يستوجب، اسم شرط يستوجب الصدارة في الجملة، هذا في ملاحظتنا لهذا المثال، ملاحظة واستقراء. إذن الحالة الأخرى وهو المثال الثاني نلاحظ أن المفعول به جاء على شكل ضمير منفصل إياك، وهو أيضا يتطلب أن يكون في مقدمة الجملة، إذن فهو ضمير منفصل يستدعي التقديم. أما في الجملة الأخيرة فنلاحظ أن المفعول به قد سبق الفعل والفاعل لكون الفعل العامل مسبوقا بفاء الجزاء،
مما يستدعي تقديم المفعول به. إذن نقول في الجملة الأخيرة بأن الفعل الفاعل في الجملة مسبوق بفاء الجزاء، ولهذا تم تقديم المفعول به. وكاستنتاج نقول استنتاج يتم تقديم المفعول به في ثلاث حالات. الأولى أن يكون اسم شرط أو اسم استفهام أو غيرهما، يكون المفعول به اسم شرط أو استفهام أو غيرهما. أما في الحالة الثانية فيتم تقديم المفعول به إذا كان ضميرا منفصلا ويستدعي التقديم، إذا كان ضميرا منفصلا. أما في الحالة الأخيرة إذا ارتبط بفعل عامل في الجملة وكان هذا الفعل مسبوقا بفاء الجزاء، إذا كان الفعل العامل مسبوقا بفاء الجزاء. إذن هذه هي الحالات الثلاث التي يتم فيها تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معا. شكرا لانتباهكم، وإلى درس آخر إن شاء الله.